الآن حنبدأ في الوحدة الثالثة أو الباب الثالث من الكتاب اللي له علاقة بالحساسة اللغوية. والحساسة اللغوية المقصود منها القدرة على استشعار الفروق ليس بين المفاهيم ولكن بين الجمل القريبة الشبه أيضا. طبعا مشكلة اللغة أنها مرنة. اللغة مرنة، فريدريك وايزمان يقول اللغة مرنة وهي تمكننا من التعبير عن أنفسنا نظير ثمن باهظ وهو الغموض. ولو قيض للمنطقي أن يستحدث لغة بشفافية الزجاج لفعل، ولكن ما جدوى فأس من زجاج يتحطم في اللحظة التي يستخدم فيها. فكرة باختصار إن اللغة غموضها في سياقات كثيرة مفيد، لكن في نفس الوقت يدير في مشاكل. طبعا اللغة، أفعيل اللغة في حياتنا كثيرة جدا. يعني باللغة يتزوج من يتزوج ويطلق من يطلق، باللغة تشن الحروب وتعلن الهدنة. بدون لغة ليس هناك أدب ولا علم ولا دين. اللغة كما يقول هايدغر مسكن الوجود. أدونيس، شاعر أدونيس يقول لست ما شئته ولست ما لا أشاء، ليس لي وطن، ليس لي سيرة غير هذا التشرد بين حروف الهجاء. بمعنى لغتي هويتي. لهذا الحد اللغة أساسية في حياة الإنسان. لكن زي ما قلنا اللغة تدير في مشاكل. بهي لما يكون عندي جملتين قريبات من بعضهم، كيف نعرف إن في فرق بين؟ سؤال عام. عندي جملتين، كيف نعرف إن هذه اللي تقولها غير هذه رغم إن قريبات جدا من بعضها؟ في حالة المفاهيم الفكرة بسيطة، عندي مفهومين، كيف نعرف هذا يختفى لهذا؟ شوف ما صدقات. إذا كان قلت ما صدق حاجة ينطبق عليه هذا لكن ما ينطبقش عليه هذا، يبقى هذا إثبات قاطع أنهما مفهومان مختلفان. به جملتين، كيف نعرف أن جملتين مختلفات رغم تشابههم؟ فكرة بسيطة جدا. تخيل وضع تصدق فيه إحداهما وتكذب الأخرى. مثال، لو قلت بعض تصريحات الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة صحيحة، هل هذه نفسها بعض تصريحات الناطق باسم القوات المسلحة ليست صحيحة؟ ولا في فرق؟ بعض ما يقوله المتحدث صحيح، بعض ما يقوله المتحدث ليس صحيحا، في فرق بين الاثنين؟ في فرق. شنو؟ فرق ان البعض يقصد بها القلة، لان قليل مما قال هو صحيح. باه؟ الاخر قليل مما قال هو غير صحيح. باه شنو الفرق؟ ان اللي قاله في المرة الأولى أكثر صحيح. لا. بعض لا تعني أكثر. عارفين لا عارفين بعض ايش معناها؟ اتليست وان، هذا معناها المنطق. ترجمتها اتليست وان ترجمتها، لكن نحن فهمنا هذا. لا لا لا، انا نحكي، شوف ما نحكيش على فهمنا هذا. الفهم الذي تعطيه لك هذه الجمله ممكن انت تسيء الفهم، موضوع ثاني. كيف نعرف ان الاثنين مش زي بعضهم؟ نقول له تخيل الموقف التالي. تخيل أن كل ما قاله صحيح، ما حيكون وضع الجملة الأولى؟ أن بعض ما قاله صحيح، صح ولا لا؟
ليش؟ خلاص يبقى في فرق. شوفوا كيف أثبت أن أي لا تساوي بي، تخيلت وضع آخر يجعل إحداهما صادقة والثانية كاذبة. فلذلك وعلى فكرة خلط كبير جدا يصير بين الاثنين. كثير لما نقول بعض كذا كذا يفهموا أن معناها بعض كذا ليس كذا. إن بعض الظن إثم لا تعني أن بعض الظن ليس إثما، لا تعنيها منطقية، لا تعنيها. أوكي. في حاجة اسمها vagueness وفي حاجة اسمها ambiguity، هنفرق بين الفيجنس شنو بالعربي؟ غموض. والامبيجيوتي؟ لا لا منطقيا. الاولى غموض، الثانيه لبس. في شنو الفرق بين اللبس والغموض؟ في الغموض بس يستخدم انترتشينجبل ما هذا التكنيكال ديفينيشن، هذا التعريف الاصطلاحي للغموض واللبس في المنطق، باش نتفقوا عليه باش لما نحكوا مع بعضنا نعرف شو المقصود. اوكي. الفيك كونسبت هو عباره عن مفهوم معناه واضح لكن قد ينشأ خلاف حول مصداقاته. لما نقول له فقير فهمت معنى فقير، لكن من هو الفقير؟ اللي مرتبه 500 دينار في الشهر فقير ولا ممكن نختلف. الذكاء معروف لكن من هو الذكي؟ نختلف. واضح؟ بكيف نحل مشكلة الغموض؟ بالoperational definition. في العلم مثلا حنجد علماء اجتماع، علماء اقتصاد يتعاملوا مع مفاهيم، علماء النفس يتعاملوا مع مفاهيم غامضة، يحكوا على الفقر ويحكوا على الذكاء ويحكوا على فيش يديروا فيش حل المشكلة. كيف الباحث يكتب على الفقر وكل واحد الفقر مش عارف على من ينطبق؟ يقول لك تعال هنا سوف أفترض في هذه الدراسة أن الفقر يعني من دخله أقل من 500 دينار. كلمة تلقى كلمة فقير وهذا قصدي. ولما في النهاية أخلص إلى أن 37% من الليبيين فقراء هذا قصدي. ومن حق شخص ثاني يجي يقول لا بصراحة تعريف هذا مش دقيق، 500 الآن ما يديرها في شيء، لا الفقير اللي أقل من 600، ويخلص إلى نتائج أخرى من حق. يبقى درأنا اللبس، آسف درأنا الغموض، بددنا الغموض، هذا هو التعبير. الغموض يبدد واللبس يدرأ. بددنا الغموض كيف؟ عن طريق عن طريق التعريف الإجرائي operational definition باي وشنين ambiguity. الامبيجويتي يعني تعدد المعاني. شوف الفقر معنى واحدة لكن مصداقات مختلف عليها، لكن في الامبيجويتي المعنى مش واحد، اللفظة تحتمل أكثر من معنى. أوضح مثال العين، العين التي تبصر، مدينة العين، العين بمعنى جاسوس إلى آخره، عين الماء. أوكي. هناك معاني مختلفة، وبالتالي لما تستخدم لفظة عين في جملة ما حتكون الجملة كلها لها أكثر من معنى. يعني ذهبت إلى العين وين مشيت أنت؟ العين المية ولا مدينة العين إلى آخره. لكن في نوعين من ambiguity، في semantic
وسينتاكتيك. سيمانتك يعني دلالي، وسينتاكتيك يعني نحوي. ذهبت إلى العين فيها غموض دلالي، ليش؟ لأنها فيها كلمة لها أكثر من معنى. لكن أحيانا الجملة كلها، كل كلمة منها تعني شيء واحد وتظل غامضة، ليش؟ لأنها مركبة بطريقة غامضة. رأيت البابا واقفا، رأيته واضح والبابا واضح، واقفا واضح، لكن من اللي واقف، أنت ولا البابا؟ واضحة. هنعطي أمثلة كثيرة من هذا، وفي كل مرة نبغى نعرف وين الغموض. طبعا لاحظوا أن الغموض يد، آسف لبس، الغموض زي ما قلنا بدري يبدد بيش، واللبس يدرأ بالسياق. السياق هو ليوريك. I met the elusive bug expert. ترجموها؟ قابلت خبيرة الحشرات المراوغة. من المراوغة؟ خبيرة ولا الحشرات؟ السياق يوريك. إذا كنت أنا قاعد نحكي في سجايا الخبيرة، نحكي على أخلاقها وطريقتها التصرف، قد يكون المعنى المراوغة هي المراوغة. لكن إذا كان نحكي في سياق تقديمها نقدم فيها، والآن مع خبيرة الحشرات المراوغة، أكيد المراوغة هي الحشرات. السياق هو الذي يبدد أو يدرع اللبس. النجم والشجر ايش معناها النجم؟ لها معنى آخر، لكن النجم عبوه لها معنى آخر. بالإنجليزي اسمها ستار جراس، نجم نوم الأعشاب، نجيلة. والسياق يوريه هو ايش قال، النجم والشجر، أكيد يحكي عن نجيلة، أقرب للشجر من النجم. لا من عامة الناس. اوكي تبدا السنة كل بي يعني. مثال زي تبدا كل بي، الله يغفر لمن يشاء. جميل جميل حلو. مشيئة الله عز وجل او مشيئة الشخص. جميل. شوفوا امثلة ثانية. ولا يؤمنون حتى يدخل الجمل في سم الخياط. عارفين سم الخياط اللي هو الثقب متاع المخيط. ايش معنى الجمل؟ الحبل الغليظ. الحبل الغليظ معنى الجمل، لها معنيين. لكن السياق يعني نحكوا عليه خياط، ايش دخل جمل؟ حبل غليظ أقرأ. واضحة؟ نعم نعم. طبعا العربية حافلة بالهذين، ليش؟ لأن فيها تشكيل، والتشكيل يفرق في المعنى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هناك من يقرأها لقد جاءكم رسول من أنفسكم، نفيس.
وكل شيء خلقناه بقدر. في الرواية بتاع القرآن وقت القرآن تغير نفس الكلمة أحيانا تغير تشكيل وأحيانا تغير حتى الكلمة نفسها. طبعا طبعا أنتم عارفين التصحيف من التنقيط ما صارنش إلا بعدين. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ في لقراها فتثبتوا فتبينوا فتثبتوا لما تحيل النقاط نفس الرسم. وكل شيء خلقناه بقدر. شايفين فيها لبس؟ والله معنى واضح. لا 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 هذا لا 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 بمقدار هذا المعنى. سنتاكتك مش سيمانتك، في التركيبة مش في المعاني. كل شيء خلقناه بقدر. شوفوا الفرق بين شوفوا في طريقتي في النطق. وكل شيء خلقناه بقدر، هذه قراءة. وكل شيء خلقناه بقدر. شوفوا كيف المعنى اختلف. خلينا نعطي مثال، مثال أوضح. كل عصير حلو مسكر، كل عصير هو حلو ومسكر، ولا كل عصير حلو مسكر؟ تغير بك. تبعتوا الفرق؟ شوفوا بس شوفوا 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 التشكيل كيف يفرق. شوفوا الأولى، كل عصير حلو مسكر، وكل عصير حلو مسكر. شفتوا النحو؟ نحو يعني كثيرين يستهينون بالنحو. النحو فرع المعنى، ما تعرفش النحو مش حتفهم الجملة أصلا في أحيان كثيرة. فرق بين الوضوء والوضوء، الوضوء والوضوء. الوضوء هو الإناء في الماء، الوضوء هو الأفشل. والحج والحج وخطرها الحج. يريد تكتبوا هذه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبدو معنى واضح، ما فيش خلاف. لكن شوفوا الفرق بين هذه وهذه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شوفوا الأخرى، السكتة وين؟ هل حتقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ السكتة وين تفرق في المعنى؟ شوفوا الأولى، الأولى شو تقول؟ ولله على الناس يعني حق لله على من؟ على جميع الناس. شنو؟ أن من يستطيع الحج أن يحج، وبالتالي صبر يقدر يحج وما حجش أنا ناثم.
ليش؟ ولله على الناس، على الناس كلهم، فرض على الناس كلهم ان اللي يقدر يحج يحج، او صبر يقدر يحج وما حجش يبقى ناسه. شوفوا الاخرى، ولله على الناس حج البيت، حق لله على الناس هم يحجوا، افطن مش الناس كلهم، من استطاع اليه سبيلا. هذه سموا فيها بدل جزء من كل، هذه قراءة صحيحة. الأخرى مش عارف وصلت ولا لا؟ ما وصلتش. لما نقول لك دكتور راه الله فرض على الناس كلها أن أي واحد يقدر يحج يحج، ما أنا أي شخص يقدر يحج وما يحجش أنا ناثم، أنا لأن فرض علينا كلنا، لله على الناس كلهم. شنو اللي فرض على الناس كلهم؟ إن اللي يقدر يحج يحج، يبقى واحد يقدر يحج وما حجش أنا ناثم لأن فرض علي هذا يحج. بالضبط، لا بالضبط. لكن لما نقول ولله على الناس حجوا البيت، يعني الله فرض على الناس إنهم يحجوا، لكن استنى راهو مش الناس كلهم، فقط من استطاع إليه سبيلا. الآن اختلف معنا. عذابي أصيب به من أشاء. عارفين كيف يقرأ فيها المعتزلة؟ عذابي أصيب به من أساء. هي أصلاً فيهاش نقاط، نقاط نحطها بعدين. ليش؟ لأن المعتزلة يقولوا الله ما زي ما تقول الله عادل، إذا أذنبت تعاقب، مش مشيئته هي اللي تحدد تعاقب ولا لا. أيضا المعتزلة يؤمنون بأن الله ليس مصدر الشر، الشر من إنسان مش من الله. تجيهم آية تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قاعدة واضحة ولا لا؟ قل أعوذ برب الفلق منين؟ من شر ما خلق، يبقى الله هو اللي خلق الشر. كيف يقروها؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. شفتوا كيف التشكيل يفرق في المعنى؟ أنا ما يهمنيش القراءة صحيحة ولا لا، مش هذه القصة، فقط لفت الانتباه إلى أن التلاعب في التشكيل ودراتك بالنحو أساسية. يعني تفرق بالمفعول به والفاعل، انما يخشى الله من عباده العلماء. فتشرح للبنات وتقول لها ان العلم مرات يعني ربي مش انه يخاف حشا، ولكن بمعنى ان من كثره من العلماء يفكروا كذا ممكن انهم يرهدوا. طبعا وقتها كنت مجمعه وفاهمه المعنى، لكن ما قدرتش نحكي او نعارض. لكن للاسف شوف ان هي الفكره هذه اللي زرعتها الجيل الفصل الكامل هذا اللي ما لقاش حد يصححنا، ممكن نشاه وهو فاهم خطا تشكيل بس بنضم وفتحه عكساتها. فهذه يعني ولو صححتيها انت حتاخذي جزائك طبعا. بس طبعا اوكي. خلينا ناخذ امثله باللغه الانجليزيه. على فكره راهو ambiguity as opposed to vagueness is language sensitive. بمعنى what is ambiguous in a certain language may not be ambiguous in another but not vagueness. يعني poverty vague في العربي في الانجليزي. خلينا ناخذ امثله وشوفوها هل هي sensitive to language ولا لا.
شوفوا أول وحدة. خلينا في اللوسف باك إكسبرت خليناها. بهل اللوسف باك إكسبرت أمبيجوس في الاثنين في العربي في الإنجليزي؟ لا المراوغ يقعد الباك ما قعدش مراوغة. ها؟ تؤنم ولا تذكر الكلمة لو جيت لا الحشرات أنت أو أنت قلت باك. لا خبيرة الحشرات المراوغة. ها. شوفوا خبيرة الحشرات المراوغة ما زالت، لكن انتبهوا لو قلت الجملة كاملة كاملة شني I met صح؟ قلوا بالعربي قابلت خبيرة الحشرات المراوغة من الحشرات المراوغة من الخبيرة. بالعربي يبدد أو يدرع اللبس. أوكي شايفين الفرق بين I can't do it and I cannot do it. I can't do it, I cannot do it. يبدو ما فيش صح؟ في فرق لكن نحاول نترجمها. ها أوكي أوكي حس بالفرق أنت حس بالفرق به. I can not do it. ها. I can't do it. في فرق ولكن فيها تأكيد أكثر. لا مش تأكيد هي. لا ممكن لا أستطيع فعل الشيء ولكن لا أستطيع عدم فعل الشيء. إيه. لا ما تقصدونها. I can't do it. أنا ما أقدرش أديها. I can not doing. نقدر ما نديهاش. برافو عليك. Exactly. فرق بين نقدر ما نديهاش وما نقدرش نديها. يعني فرق انك ما تقدرش تصدق وتقدر ما تصدقش، في فرق واضح صح؟ اوكي visiting professors can be boring. visiting professors can be boring. شنو المعنى؟ That visiting professor can be boring. If we visiting the professor can be boring. Boring for them. If he is boring, he is less boring. The act of visiting professors, the act نفسه. إنك تزور الأساتذة boring. ولا الأساتذة الزوار هم اللي boring. Our mothers bore us. يعني معني كان معني فعل. ها؟ بور معني بتاع شنو؟ بور يعني حملنا. أو يمللنا. They are boring to us. صح؟ في عبارة جميلة لراسل. يا ريت تكتبوها. War does not determine who is right. Semicolon. Only who is left. War does not determine who is right. Who is right. Only who is left. واضح الترك اللي فيها؟ صبري مازال. ها واضحة؟ لفت ها؟ لفت 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 لا لازم تلازم شوف only who is لفت هذه تقتل المفاق ها؟ لا بس مقصود بيها حاجة ثانية ها؟ هذاك الرايت لفت مقصود بيها حاجة ثانية هذا ليش وقفت وينك عميدة ها؟ right is different from right هذا قبل ال W وانت قبل ال R لا لا رايت الاثنين من غير الدبليو مش كتاب R I G H T
يعني رايت وليفت نفس المعنى ان ضديدين يجيها ممكن ضديدين بجهة ثانية. قد يكون مقصد المفعول مقصد سياسي، قد يكون المقصد فعلا. شوفوا عكس رايت، عكس رايت شنو؟ لفت. لفت رايت شو معناها؟ يمين. يمين وعكسها شمال. صحيح. وهذيك عكسها مخطئ وشمال. فهي لو ترجمناها بالعربي وحاولنا نحافظوا على التريك او الفكره اللي في الجمله، كيف نقوله؟ الحرب تقارب. الحرب؟ الحرب تقارب. تحدد المنتصر أها. مع المصيب أها. لكنها تحدد من؟ الباقي. ها؟ الذي يقدر. ما حفظناش على لأن الباقي يريد. أوكي. أنا ترجمتك التالي مش إكزاكت، لكن تحافظ على الفكرة. الحرب لا تحدد المصيب بل تحدد المصاب. بس نفس الفكرة. بل لا ممكن صح باهي. طبعا كل ذلك يبدو مش related to real life، يعني كأنهن أمثلة فيه اللعب في الكلمات و في حالة اسمها implicature اللي هي بالعربي الاقتضاء. شنو الفكرة؟ الفكرة تذكروا مثال متاع بعض تصريحات المتحدث صحيحة، هذه لا تستلزم أن بعض تصريحاتها ليست صحيحة لكنها تقتضي. ايش معنى تقتضي؟ يعني ما كان لشخص أن يقول أن بعض التصريحات صحيحة إلا ويقصد، واضحة؟ أن بعض التصريحات ليست صحيحة منطقياً لا تستلزمها. يعني مثلاً لما الحديث الشريف يقول الزكاة في الغنم السائبة، عارفين الغنم السائبة؟ اللي تسرح وعكس شنو؟ معلوفة. الزكاة في الغنم السائبة، يعني أنت تزكي على الغنم اللي قاعدة ترعى ما تكلف فيك شيء. هذا يقتضي دون أن يستلزم أنه لا زكاة في الغنم المعلوفة، واضحة؟ لا وصية لوارث، لا تستلزم أن غير الوارث يوصي لكنها تقتضي. خلينا نختم بمثال أخير واللي زي ما قلت يؤكد علاقة ما نقول بحاجات لها. حنحكي علي آية شهيرة دير سند كبير جدا للمتطرفين اللي هي اكتبوها الآية يا ريت: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم القوم الكافرون. والآية الأخرى اللي بعدها الظالمون، واللي بعدها الفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم القوم الكافرون. وهذا السند الأساسي لمن يقول إن شرع الله.
صريحة الآية، اللي ما يحكمش بشرع الله كافر، فكيف تحكموا أنتم بقوانين وضعية إلى آخره؟ هذه الحجة اللي عادة ما تقال. لاحظ الفرق بين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم القوم الكافرون، والجملة التالية اللي قريبة منها واللي في الواقع هي اللي تستخدم لتمرير الفكرة. شنو الجملة الثانية؟ ومن يحكم بما لم ينزل الله فأولئك هم القوم الكافرون. اكتبوها. الثانية، ومن يحكم بمن لم ينزل الله فأولئك هم. شوفوا الفرق الدقيق والحاسم في نفس الوقت. خليني أوضح الفكرة. نعم. وحدة تقول هذه الآية الكريمة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم القوم الكافرون. شوفوا الثانية شو تقول، ومن يحكم بما لم ينزل الله. شوفوا الفرق. طيب أنا أقول لك ومن لم يطع والديه فهو عاق، صح ولا؟ فيش قضية به. ومن يطع غير والديه عاق، صح؟ يعني نطيع رئيسي في العمل معنى عاق الوالدين؟ به أنا درت قانون وضعي، يبقى حكمت بما لم ينزل الله، من أنا ظالم ولا كافر ولا فاسق؟ لا، أنا ظالم ولا كافر ولا فاسق لما ما نحكمش بحاجة أنزل فيها الله تشريع. الله قال القاتل يقتل، أنا قلت لا القاتل ما يقتلش مثلا، لكن درت قانون المرور. ما تقوليش ها أنت لم تحكم بما أنزل الله، وين قانون المرور في القرآن؟ على فكرة هذا سائد، هذا خطاب سائد شعبوي يروج له، نتيجة خلط بسيط جدا بين تراكيب لا لا، هذا الجزء يا دكتور، دكتور اللي يدافع عن فكرة شرع الله يفهموا هذه هكذا، رغم وجود فرق بين الاثنين. اوكي، اعتقد حنوقف ما لم يكن عندكم اي تعليق او سؤال. انا بس بقول فكره طلبتنا، طلب عندنا تعلم عبر سنوات اللي هو يكتب يجاوب اسئله اللي مسكتوه في الشيء اللي هو ما يفكرش، عباره عن يختار من مجموعه خيارات، وهذه ادت الى ان الطلبه ما يعرفش يكتبوا ما يعرفش يعبروا عن ذكر، واصبحت ماساه. نعم، وهذه هي الفكرة المراد الموضوع هذا بالنسبة للطلبة، إنه منذ البدايات لازم يكتب، مش مجرد يفكر فكرة صحيحة في رأسه، ولكن لازم يكتب، لأن لما يكتبها تتغير المعاني، مرتنا النقلة هذه تتغير المعاني. هذه هي فكرة كيف على النقطة هذه بالذات بالنسبة للطلبة وهم جدا. شوف طبعا لاحظوا أن التعليم بسبب الجائحة كورونا كرس المشكلة. ليش؟ لأن كانت في اعتماد بالحد الأدنى على الكتابة. يعني أتذكر معي دكتورة إنها في امتحان تفكير ناقد، تخيلوا إن أقول لك لا ما تدليش السي كويستشنز، دلي صح وغطا ولا مولتيبل تشويس، ولا مع إن الفكرة نفسها أنا نبيه كيف يعبر عن أفكاره وكيف يلتمس الخلل في أفكار الآخرين المكتوبة وكيف يعبر عن هذا الخلل. كل هذا له علاقة بآلية التفكير. طبعا أنا لاحظوا وقفت هنا عند مثلا في 3
three items للانتولوجيكال امبورت والكونتراريز والكونتراديكتوريز وسكوير اوف اوبوزيشنز هذين تكنيكال تو اسست ديجري لكن ان شاء الله حنبدا به الاسبوع القادم. اي تعليقات اي تفسيرات؟ لكم خالص شكر.